الحضور الكريم، وقوفا النشيد الوطني المصري، جمهورية مصر العربية. ترحيب بلجنة تنظيم Pathfinders Egypt Festival 2. Shine, shine your way, and you may not know where to go. Shine, shine your way. Open road, but it's still dark. احنا عاوزين نبدأ بتحية قوية جدا لأحمد عصام على الشو القوي، راجل دايما معانا في كل حفلاتنا. خلاص كيونات بتكرمه النهارده بالدرع، فعاوزين نحييه بشكل قوي جدا جدا. احمد عصام انا اللي عايز اشكركم ان انا بتسمحوا لي ان انا اكون موجود معاكم، وشرف ليا ان انا اكون موجود معاكم فوق راسي، واتمنى ان انا افضل معاكم على طول، وعايز ابارك لكم على 15 سنه، ويا رب يفضلوا 15 مليون سنه، عشان انتوا تستاهلوا تكونوا احسن واحسن واحسن. تحيه قويه جدا.
اليوم بالنسبة لي يوم كنت مستنيه بقالي كتير جدا زي ناس كتير جدا موجودة النهاردة عشان النهاردة يوم بنينا عليه أحلام كتير جدا وأحلى حاجة إن مش بس الأحلام دي في ناس كتير قوي حاضرة النهاردة أحلامها بإذن الله هي كمان هتتحقق بس هل إحنا عارفين إيه سبب وجودنا النهاردة؟ علشان الواقع اللي احنا عايشين فيه ساعات بيفرض علينا التغيير وده مهما كان المكان اللي انت جاي منه النهاردة في الإيفنت احنا كتيم Pathfinders النهاردة ناس جاية من أماكن كتير ومن محافظات مختلفة والناس دي كلها تستحق ان احنا نحييها بشكل قوي اليوم النهاردة كأنه حلم مستنيينه بقالنا كتير جدا بس خلينا نتكلم مع بعض بصراحة في نقطة مهمة الفضل طبعا بعد ربنا في الأول وفي الآخر يعود لشخص شخص كان هو الظهر بالنسبة للفريق ده في مصر ولكن الصراحة أنا عايز أعرف من شركائي هنا الراجل ده بيمثل لهم إيه هو إنسان أحلامه كبيرة جدا وهو ده السبب الأساسي لنجاحه الصاحب هو الإنسان اللي لو أنت مستعد تموت علشان حلمك هو مستعد يموت علشانك هو شخص النهاردة كان يوم بدأ بمجرد رؤية من سنين عمري ما كنت أتخيل أن أستاذي في الجامعة يكون سبب بعد ربنا أن أنا أحقق كل أحلامي وزي ما دكتور أحمد عيسى قال إنه ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب لتغيير حياتي أنا شخصيا وتغيير حياة ناس كتير تانيين الراجل ده ما بعرفش أحييه ببساطة كده ولكن قبل ما نتقابل معاه إحنا عاوزين نعرف الأول مين الشخص ده هو رئيس فريق تنظيم الباثفايندرز ايجيبت فيستيفال 2 وهو مستشار الاقليمي لكيونت في مصر فاحنا عشان نعرف نحيي الراجل ده اللي سام بصمه في ناس كتير فساعدونا نرحب مع بعض بفي كاونسل اليوم فوق التوقعات ان شاء الله باذن الله لغايه النهارده الصبح انا كنت مش متخيل اني هيجتمع على الستيج دي كل الناس اللي هتكون موجوده هنا بس ربنا اراد التوفيق لكل الناس اللي سهرت
انا مش هقول ايام بس شهور، لدرجة ان في ناس طلع من امبارح بالليل عشان تكون موجودة معانا هنا. الشركة اللي انا بدأت معاها من اكتر من 4 سنين ونص، وانا فخور جدا جدا واقولها بملء الفم لكل شخص اتكلم معاه اني انا بدأت مع الشركة دي، شركة كيونات. دي اكتر حاجة انا ممكن اكون حاجة بتدعمني، حاجة بتقويني، لولا وجود الشركة ووجود التيم ووجود الاشخاص اللي كانوا بيتكلموا من شوية كانت الدنيا هتختلف تماما. التسويق الشبكي باختصار هو طريق كل من يبحث عن التغيير. التسويق الشبكي باختصار هو طريق الاشخاص اللي قررت اني مفيش حد حواليا هيقول لي انت هتصرف ازاي، انت هتاخد اجازة امتى. التسويق الشبكي هو باختصار التفكير في الاجيال والاجيال والاجيال. اول حاجة تعلمتها في الشغل من كل الناس اللي علموني، احترم الاخر دائما وابدا. اذا سعى الاخر فهو يريد شيء. هنا يجي الحاجة اللي انا تعلمتها من التيم ومن الشركة، هي raise yourself، قوي نفسك الاول، to help mankind، عشان تساعد كل الناس اللي حواليك. ومرورا بالسياسة دي، ودي المفاجأة الرائعة جدا، اللي كل شخص دلوقتي، كل شخص دلوقتي هيكون مبسوط بيها جدا جدا. يمكن بالنيابة عن كل شخص موجود هنا وبالنيابة عن شركائنا، قام كل العاملين وأروع الناس اللي حضراتكم هتشوفوهم النهاردة بعمل خيري رائع. وكل شخص موجود هنا، ودي أروع حاجة، شارك في العمل الخيري ده استمرارا منذ العام الماضي. احنا ما لقيناش حد نثق فيه ونقدر من خلاله نوصل للناس اللي محتاجة التبرعات اكتر من الحاجة اللي احنا بدأنا معاها السنة اللي فاتت، واللي انا فخور جدا اللي احنا مكملين معاها السنة دي. برنامج اكثر من رائع، كمية الخير اللي عملوه وكمية الخير اللي السيدة دي عملته حاجة اعتقد لا تعد ولا تحصى. البرنامج هو برنامج صبايا الخير، انتوا اللي عملتوا كده، والشركة كانت اكثر الداعمين. تبرع بمبلغ كبير الشركة وانتم كل الناس دي. خلينا نشوف الفيديو ده مع بعض. تحية قوية من القلب للسيدة اللي كمية الخير بتتكلم عنها، مدام ريهام سعيد. مبسوطة جدا 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 اني دايما ببقى حريصة قوي اني اجي اشكركم بنفسي
حقيقة السنة اللي فاتت لما كيونت وباثفايندرز وقفوا جنبنا وأنقذونا في وقت كنا فعلا محتاجين فيه تبرعات كتير قوي، قلت إن السنة دي هيغيروا، هيتبرعوا لحد تاني، هيساعدوا حد تاني. كنت مبسوطة جدا 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 إن انتوا ساعدتونا مرة تانية السنة دي، وزي ما بقول انتوا بتختاروا حاجة يعني مؤثرة جدا. فكرة انكم ترجعوا النظر للناس دي، على فكرة مش دي بس العمليات اللي Pathfinders عملوها، عملوا اكتر من، يعني مش عايز اقول العدد بس ما كانش ينفع ان احنا نعرض كل العمليات. فبشكركم جدا جدا لان ده مجهودكم وانتاجكم، وبس عايز اقول لكم ان فكرة انكم ترجعوا النظر للناس ده امل وتعاون ومعروف، واللي بيعمل معروف ده انا مش يعني مش قادره اقول لكم ربنا هيجازيكم خير ازاي. انتوا ناس محترمه جدا وراقيه جدا وبقدركم جدا جدا، وان شاء الله باذن الله نفضل على تعاون دايما. احنا احتفلنا بمرور 15 سنه مع اكتر من دوله، والفتره اللي فاتت كنا بنلف دول كتيره، بس بالنسبه لي النهاردة مختلف جدا. النهاردة فعلا الاحتفال بال 15 سنة، عشان النهاردة الحفلة دي معمولة في مصر بلدي مع أعظم شعب. الحقيقة ان احنا ابتدينا اول ما تمينا 15 سنة داتو 3 ابتدى حملة جديدة اسمها لمس المليون البليون قلب. احنا كشركة عاوزين نركز ان احنا نساعد بليون قلب، ندعم بليون قلب، ونلف حول العالم عشان نرسم ابتسامة لبليون قلب. والنهاردة ده جزء صغير من اللي احنا ابتديناه، وبمساعدتكم عاوزين ان شاء الله في خلال السنتين الجايين نرسم بليون ابتسامة. تحية من القلب إلى القلب لكل قلوب الناس اللي موجودة هنا، تحية قوية جدا ليكم، تحية قوية جدا لوجودكم معانا. احنا فخورين جدا في شركتنا وفي فريقنا بوجودكم معانا هنا. جاءت من لبنان لتكون معنا على ستيج Pathfinders Egypt Festival 2 في احتفالنا بمرور 15 سنة على افتتاح شركتنا كيونت. كل التحية كل التقدير للفنانة الرائعة جدا جدا صاحبة الطلة على الستيج. ممكن نرحب بقوة جدا 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 لايف بالفنانة الرائعة نانسي عجرو. السنة دي كله يهلل كله ينادي كله يفتح قلبه يحلم، ده مفيش أجمل من اللحظة دي. هتلاقي حلمك
أنا يسعدني جدا ويشرفني جدا إني أوريكم دلوقتي على الستيج مثال للنجاح، مثال لشخص خد قرار إنه يحقق حلمه دون النظر إلى ما حوله. ساعدوني أرحب وبقوة للشخص اللي أنا بحبه جدا، أوكي، بعتبره أخويا الصغير، أحمد أبو زيد. طيب أحمد كان جاي عشان يسمع عمرو السنة اللي فاتت زي أي حد من الناس الموجودة. كان عندنا باث فايندرز فيستيفال 21/12/2012. أحمد حضر حفلة السنة اللي فاتت، بس هو السنة دي ما حضرش زي السنة اللي فاتت. هو حضر وهو لابس البدلة دي، والبدلة دي بالنسبة لنا هما فريق الخدمة، يعني الناس اللي لما بتعمل فلوس بتساعد ناس اكتر ان هم يعملوا فلوس اكتر. انا عايز احمد يتكلم ويقول قبل الفستيفال اللي فات حصل ايه، والسنة اللي فاتت ايه اللي حصل فيها يا احمد. انا دخلت البيزنس يوم 23/12 وانت قاعد بالتحديد قدام كده بالظبط في البلوك كده، والحمد لله رب العالمين قررت فعلا ان انا اعمل حاجه. زي ما الدكتور حسام قال، الموضوع موضوع حلمك، اكتب حلمك وخد قرار انك هتحققه، تمام، وثق في نفسك وثق في ربنا سبحانه وتعالى كده هتعمل حلمك. الحمد لله رب العالمين النهارده انا واحد من الانسيرز بعد سنه الا ست ايام تقريبا بالظبط. تمام، شكرا. الوقفه هنا تخد، اوكي، ساعدوني جدا جدا جدا، ده بقى اخويا الصغير، اوكي، بكل الشرف. انا فعلا بتشرف بالناس اللي زي دي. ساعدوني احيي الشخص اللي ان شاء الله باذن الله انا متوقع الفستيفال اللي جاي باذن الله ان شاء الله انه يكون موجود على الستيج هنا باذن الله ان شاء الله. احمد ابو زيد شرقيه، شكرا. انا عايزك لما تاخد قرار، تاخد قرار وانت بتفكر في نفسك وبس، عشان مفيش حد ضعيف بيقدر يساعد الناس اللي حواليه، ومفيش حد ما يقدرش يساعد الناس اللي حواليه غير لو قرر انه ما يبنيش نفسه. عشان كده الأغنية اللي حضراتكم هتسمعوها دلوقتي، الأغنية دي أكتر من رائعة، الأغنية الرائعة جدا اللي إذا قررت إنك تفكر في أحلامك محتاج تسمعها بهدوء ما بينك وما بين نفسك. أنا متأكد إن في من الـ 12,000 اللي موجودين ما لا يقل عن 10,000 شخص ما سمعش الأغنية دي قبل كده. بس أوعدك إن الأغنية دي ممكن تكون اللحظة اللي هتاخد فيها قرار بطريق النجاح. دلوقتي هقدم أحد الأشخاص اللي كان مثال دائما وأبدا على الأحلام. أول ما هتشوفه هتحس إن أنت تعرفه جدا. هو أحد لجنة التنظيم القائمة على الفستيفال. هو شخص متواضع جدا، بشوش جدا، كل الامل دائما وابدا هتاخده من سماعك ليه. الشخص ده انا اتشرف جدا اني اقدمه على الستيج. تحية قوية جدا 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 من القلب الى القلب للاي في بي كوتش ابن عباس عبد السلام. Love
اليوم هو ما يوم للكلام. احنا كلنا جايين للفيستيفال، لكن برضو زي ما تكلم دكتور حسام، ايه بعد الفيستيفال؟ كل الناس اللي موجودة هنا في حاجة بتجمعها مشتركة ما بين الناس الناجحة، حاجة اسمها دريم يتكلم عنها دكتور حسام. ما فيش انسان بلا حلم، ايا كانت توجهاته وايا كان مجاله، فالاحلام المشتركة هي اللي بتوصل لنجاح زي النجاح اللي احنا شهدناه في مصر لشركانا مع العملاقة كيونت. كل اللي بيجتمعوا فيه الشباب اللي طلعوا اليوم في الستيج هي حاجة اسمها حلم. فنحن اليوم جايين نحتفل مع بعض بمرور 15 سنة على كيونت، فعشان كده لأول مرة في تاريخ شركة كيونت في 15 سنة إنه الشركة ترسل لنا مخصوص قادة ومؤسسي للشركة عشان يشاركونا الاحتفالية بتاعتنا. هو أول في بارتنر عربي، فياريت عايزين برضو نرحب به ترحيب يليق بمقامه، هو ضيف على خشبة مسرح Pathfinders Egypt Festival 2 بالباش مهندس في بارتنر عدلي حسن حامد. شكرا لمجهود شهور من التعب عشان تشوفوا اليوم الرائع النهاردة، واحنا بنحتفل بكيونت موجودة لمدة 15 عام من نجاح الى نجاح الى نجاح اخر. ولكن لي الشرف النهاردة انه اقدم لكم واحد من الاثنين اللي اسسوا كيونت قبل 15 سنة، وهو موجود النهاردة معانا في مصر في أول زيارة له لمصر. إنسان بسيط جدا، متواضع، يتحدث من القلب إلى القلب. معانا النهاردة بكل شرف وبكل فخر جروب مانجينج دايركتور اوف كيونت مستر جافاداس بسمك. Thank you so much for inviting me in Egypt. شكرا لدعوتكم ليا في مصر. It's my first time here. دي أول زيارة ليا هنا. So they told me you're all very crazy people. Gotta take the easy way. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't ever. I've traveled all this way to something. دلوقتي شاب، لكن شاب مكافح جدا. لما قابلته عرفته اكتر بكتير، قابله كمية من التحديات وقف قصادها وبقى اكتر من سوبر ستار. دلوقتي كل الناس اللي مستنياه دلوقتي وانا اولهم، كل اللي بيعملوه انهم بيحبوه جدا. قبل ما يطلع على الستيج اقوى سوبر ستارز محتاجين نسمع تحية قوية جدا جدا جدا
للسوبر ستار تامر حسني. بيشوف اليأس والفشل، الفشل واليأس بيشوفوه. عايزين دايما نبقى شايفين التفاؤل والأمل وإن مفيش مستحيل. نفسك وبس، عشان مفيش حد ضعيف بيقدر يساعد الناس اللي حواليه، ومفيش حد ما يقدرش يساعد الناس اللي حواليه غير لو قرر انه ما يبنيش نفسه.